في الاول كنت في الكوزينه كندوخ وكنقلب كي ديك الليله سكرت سكر عليا داك الصداع اللي كان كيبات فايقه وبات ما نعش ما كنتش نقدر نمشي للحمام نهائيا. كون كنمشي للحمام كنقول غادي نموت غادي نركب شي تران غادي نموت. كيسمع هذيك الرقيه هذيك شغل قلت لك تحسن ولا الانسان عادي ولا انسان عادي ما انا نخلعت فيه من قبل حتى تعياي وهذا الدواء راه ما كاينش بحالو. انا جربته صحيح داك الشيء ما فيهش الكذوب دواء النيد اعشاب طبيعيه وهذيك الاعشاب زوينه مزيانه مجموعه كامله بصراحه انبهرت معناها. يرحم والديه وربي ربي ان شاء الله يبارك له في صحته وفي ذريته ويبارك فيه ويطول في عمره. ما كانش نشوف هذا الانسان ونشكره لا يلاش لان الوالده ديالنا جرح لقانتها وفضل الله وفضله هو. سعيد جدا بلقائكم مشاهدينا الكرام فيما كنتوا فيما تواجدتوا. مرحبا بكم في عدد جديد وحلقه جديده من برنامجكم ولا تيأسوا. برنامج ولا تيأسوا هو استعراض حالات شفاء التي ترد على مجموعه مراكز الهاشميه للاعشاب الطبيعيه. تاخذ جرعات المكملات الغذائيه وتتماثل لشفاء فضل الله سبحانه وتعالى اولا وبفضل ايضا المكملات الغذائيه التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه. قافلتنا اليوم تحط الرحال في منطقه المهايا اللي كتواجد بجانب مدينه فاس حيث سنلاقي حاله السي زهير الذي عانى لسنوات عديدة من مشكل المس والسحر. أكيد أن هذا المشكل يترتب عليه عديد المضاعفات النفسية المادية والمعنوية الأسرية إلى غير ذلك. وأكيد أن كل هذه الأمور غادي يحكيها لنا السي زهير خلال حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا. اسميتي عزيز زهير، قدم لكم راسي، كنسكن في المهايا. الماضي ديالي أنا كيفاش بدا، كنت في حالة سيئة واحد الوقت، كنت ما كنشعرش براسي، كنت تايه الوجود. سحر، نوع من السحر ونوع من العين، وغادي فواحد الحالة لا يتلاها. وبقيت فواحد الحالة مدة عامين وانا تايه الوجود. ايوا فاش جيت لهنايا كنت في القصر الكبير، وجيت لهنايا وليت لهنا للمهايا، وكنتجه لعند الدكتور الهاشمي. كنت غادي نطلع للدار البيضاء شويه وكنسمع المحلات ديالو فاس، قلت هو قريب ليا فاس، ومشيت لفاس واستقبلوني ودخلت وقيدوا لي داكشي ديال العشوب، عاودت لهم كاع داكشي اللي عندي وقيدت لهم داكشي ديال العشوب وصافي. وهما واحد مده يومين او ثلاث ايام وكيصيفطوا لي العشوب، وكان نجيب داك العشوب هنايا وكندوزهم بالطريقه اللي قالوا لي. وشويه وكيجيب الله تحسنت على الظروف اللي كنت فيها. اول مره كنت تايه مع فاسي نعس، ما عندي نعاس، كنفضل نجلس غير بوحدي، وكنت في واحد الحاله لا يتلاها، وكنت غايب على الوجود على حسب هذا المرض اللي كان فيا. ما باش نمشي للطبيب او شي حاجه ما عنديش معالج في الطبيب، هذا مرض اكتئابي سحري والعين كما قلت لك. فاش كنمشي عند الدكتور الهاشمي الله يجزيه بخير الله يطول في عمره ويزيد في مدادو، هو اللي جاب الله التيسي على يده والكمال على الله. غادي بحال ما غاديش نعس، ما عنديش نعاس، نعاسي خفيف، نعاسي ما عنديش نعاس، حالة العمل ما عنديش باش كنوض لشي خدمة، ما عنديش استطاعة باش نخدم، ديما عيان، ديما متاكب على الوجود ديالي، يعني في واحد الحالة سيئة. عندي أنا قلت لك حتى تبعت مع الدكتور الهاشمي داك العشوب والجرعات، جوج جرعات والعشوب والزيوت، وبقيت كنتبع حتى كملت داك الكرتونة، وعاد جاب الله الشفاء من عنده. وعاود تعاوتاني مشيت
عاود جبت عاوتاني جرعات خوين وشرب خوين وشي شويه. المهم احسن من اللي كي كنت. السحر والعين، نوع من السحر ونوع من العين. انا راني كنت مشتت بتاتا، ما بقيتش على الضمير ديالي، كنت غادي في واحد الحاله ما كاينش. ودابا نطلبهم الله الحمد لله. الدار ديالي الاولى 100 متر ناضيه، وكيفاش ديت حتى بعتها الله اعلم. مشيت كندخل لمحد الكرا، عاوتاني واحد شويه كنمشي للقصر الكبير، عاوتاني كنسكن في شهرين، مده شهرين في الكرا. عاوتاني كنمشي تما البرطمه، كنشيها بواحد الثمن، وكان مده عامين ما كاملاش كنخلي فيها من داك الثمن باش طيحت. كي درت شريت تما الله اعلم، كي درت بعت الله اعلم، كي درت بعت هنايا في المهيئة الله اعلم. جاني هاد الشيء ما حاش به بتاتا. بعت هنا في المهيئة ما عرفت، كنت غادي بلا تفكير. عاوتاني مشيت للقصر الكبير عامين وانا تقريبا وانا غيغاز ما كنقدرش نخدم. كنمشي للخدمه ما كيصرش الله، كنمشي ما كيصرش، كنصرف من جيبي غادي هكاك. النهار اللي بعت عاوتاني خليت واحد الضايع في ديك السكنه ونجي لهنايا للنهايه. كي درت بعت الله اعلم، حتى جيت لهنايا وبقيت واحد الحاله لا يتلاها. كنمشي كنلتجئ عند الدكتور الهاشمي، كان هو الفاس المحل ديالو اللي عاد فتح، كنعاود لهم كيفاش الحاله ديالي سيئه والمرض ديالي وكيجيب الله كيعطيني ديك العشوب، كنجيب ديك الجرعات وداك المسائل، كنتبع ديك الادويه. جاب الله الشفاء من عنده والفضل لله. غادي في واحد الحاله كما كتقول طالع درجه بدرجه، حتى وليت كان اسفل. انا قلت لك نوع من العين ونوع من السحر. السحر كان عندي السحر. وفاش مشيت عند الدكتور الهاشمي المحل وجبت العشوب وتبعتهم كما يرى، تحسنت الوضعيه ديالي ووليت عاد في الوعي ديالي. مشيت عند شفقي وقال لي عندك السحر وعندك العين. وفاش كنمشي عند الدكتور الهاشمي خليت داك الفقي وخليت داك الشيء، وكنتاجع عند الدكتور الهاشمي وكنجيب العشوب ونجيب الجرعات، وتبعت العشوب وتبعت الجرعات ديالي والنوب الاولى والنوب التاليه وجاب الله التسع. لا الطبيب مشيت لواحد النوبه ولكن ما قداليش، لان هذا الشيء ديال السحر ما عنده ما يدير فيه الطبيب، هذا الشيء ديال العين ما عنده ما يدير فيه الطبيب، هذا الشيء نوع من خاص. ما كنحملش الصداع، ما كنحملش الصداع كاع بتاتا، لا في الزنقه ما كنجلسش. انا في القهوه، انا اصلا دابا في القهوه ما كنجلسش بتاتا، انا غير هنايا كنكون ما خدامش كنجلس في محلي، كنمشي للعمل ديالي كنجي لمحلي، ما نجلسش في القهوه، ما نمشي مع شي واحد، بوحدي، وكنفضل نجلس غير بوحدي. دائما انا هكذا ما مرتاح. انا قلت لك الاولاد الى غوتو كنبغي نضرب، واحد الوقت كنبغي نضربهم. ما كنحملش الاولاد يغوتو، ما كنحملش الصداع، ما كنحملش التلفاز الى جهدوا لها كنقول لهم قصوا، يعني كنبغي الجو يكون هادئ مصفي صافي. واحد الحاجه غير كنشوفها كنبغي نتقلق، كان خصني كلشي يكون على ما هو. غير واحد الخويا هو اللي وقف معايا الله يجازيه بخير، هو اللي قال لي كاين فاس واحد الفرع ديال الدكتور الهاشمي، حيت اصلا انا كنت صونيت على الدار البيضاء، وقال لي ودي ما عندناش هنا ها فين. قال لي ودي كنلتجا فاس وكنمشي. هذا هو الدكتور الهاشمي جزاه بخير. العشوب ما غيقتلو ما غادي يضرهم، العشوب مزيانين، العشوب اللي توكل على الله فهو حسبه، يعني العشوب يعني 100% كيكونوا مزيانين. على حسب الدكتور الهاشمي الله يجازيه بخير، ماشي غير هنايا، في عدد ديال الدول، يعني راه نقولوا مشهور، وحنايا توجهنا ليه والوجه لله، درنا النيه ديالنا والكامل على الله، وجاب الله التيسير.
جاب الله الشفاء من عنده واش بغينا. اما الدواء ديال الطبيب على حسب، يعني يقدر منين هذا الشيء نوع من السحر ونوع من العين، ما يمكنش تدخل في الدواء ديال الطبيب. يعني هاد العشوب راهم كيكونوا في واحد الحاله عاوتاني كلها واختصاص ديال. ايوا هذا هو الدكتور هاشمي الله يجازيه بخير، مشينا عنده وتبعنا الجرعات ديالو الاول بالاول وبالتالي، وكنقولوا نحاولوا عاوتاني نمشيو عنده عاوتاني حتى يجيب الله تيسير في نوبه. مشيت بنيتي انايا، مشيت درت النيه ديالي في الله ومشيت وتقدمت صافي. قالوا لي ها شنو ها شنو جاتك ديال المصاريف؟ قلت لهم بسم الله. ها فوقاش جي واحد ثلاث ايام؟ قلت لهم واخا بسم الله. صافي مشيت في الموعد، جبت الكارطون ديالي، جبت المسائل ديالي، ها داكشي ناضي. ما كيقول لي حتى شي واحد ما نمشيش، انا مش نتوكل على الله ونمشي. واللي توكل على الله فحسبوه جيب الله التيسير. اما الناس كلها راك عارف مختلطين، كلها شنو كي يعني ما عندهم حتى شي، اللي توكل على الله جيب الله التيسير وجاب الله التيسير. الله يهديهم على حسب شنو نقول لك عدد هذا الشيء هذا، ولكن الله كيكافيهم من عنده، لان شي بزاف ديال الشعبات وبزاف ديال العين وبزاف ديال هذا الوقت ديال. انا قلت لك ما كنحاول باش نبعد من دوك الاصدقاء باش ما يتبعنيش شي سوء، هذا هو اللي كاين. الله يهدي الجميع. الناس اللي كيشوفوني نقول لهم على حسب، انا جاب الله الشفاء من عند الدكتور الهاشمي الله يجازيه بخير ويطول الله في عمره ويزيد في مدادو، وإلا بغاو يلتجوا يمشيو لهاد العشوب لعند دكتور الهاشمي، هو غير هنا في فاس قريب، يعني توكلوا على الله. واللي عندهم هاد الحالات أو لا أكثر من هاد الحالات يجيب الله في تيسير عند الدكتور الهاشمي وما يكون غير الخير. وهذا هو، أنا يا جاب الله التيسير على حسب أنا مشيت وجربت هاد الشيء، لأن مشيت للطبيب ومشيت عند الفقي وما كاينش داك الشيء، وجاب الله تيسي عند الدكتور الهاشمي الله يجازيه بخير ويزيد في مدادو ويطول عمره، ونطلب من الله الشفاء للجميع. نقول له الله يطول في عمره ويزيد في ايامه ويزيد في مدادو، ويجيب الله يوسع المشروع ديالو على حسب. هذا هو. واه جا واحد نبال مراكش وبغيت نشوفه وما جابش الله، باش لان مراكش بعيده شي شويه، جات تما ودا واحد استقبال وحاوت باش نمشي نشوفه ما جابش الله، وداز في الدار البيضاء على البشكيط راني كنشوفه على الشاشه راني متبعو على البشكليط كيتسارى راني كنشوف. والدكتور هاشمي راه عزيز عليا، وان شاء الله كنحاول الى جا المغرب غنحاول باش نشوفه فين ما كان غادي نمشي ونشوفه ان شاء الله لوجه الله. انا راني عزيز عليا وجاب الله على الامه كاملين. يا الله يجد الله في عمره ويسدو في الولدات ويزيد الله في مدادو والله يطول عمره. حاجات لو بس انا اعملها للالف